يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء مناقشته السنوية المفتوحة حول الأطفال والصراعات المسلحة في العالم، في وقت يتعرض فيه أطفال غزة المحاصرة إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة. نستمع إلى كلمة ممثل الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع. هنا تحت الأنقاض، وذلك حتى بدون الإشارة إلى الأطفال الذين قطعت أطرافهم، وذلك دون الإشارة إلى الأطفال المعتقلون حاليا على يد سلطة الاحتلال الإسرائيلية. من إهمتي بمكان أيضا أن أؤكد على أنه أكثر من 600 ألف طفل يعيشون حاليا في الشوارع بين الحطام والركام بدون الحصول على التعليم، وأكثر من 75% من المدارس في قطاع غزة قد قصفت على يد قوات الدفاع الإسرائيلية، وهذه المدارس بحاجة الآن إلى أن يعاد إعمارها بشكل كامل أو تقتدي هذه المدارس مشاريع كبرى لإعادة التأهيل حتى تعمل مرة أخرى. فضلا عن ذلك، وكنتيجة للقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية من جانب قوة الاحتلال الإسرائيلية، فإن سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع، وخمسون ألف طفل يحتاجون اليوم إلى العلاج الطارئ لسوء التغذية. وفي هذا السياق ووفقا لتقرير الأخير IPC الأخير بتعامل الأمم المتحدة بشأن مستويات الجوع، هذا التقرير الذي نشر بالأمس فحسب، فإن 96% من سكان غزة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليون نسمة، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أعلى من ذلك. أتحدث هنا عن 2 مليون نسمة، وقرابة نصف مليون منهم يعيشون في ظل ظروف كارثية. إن هذه المعلومات المحدثة قد أكدت على الخطر العالي للمجاعة في كل قطاع غزة، وذلك طالما أن النزاع لا يزال مستمرا، وطالما أنه هناك حدود على وصول المساعدات الإنسانية. فضلا عن ذلك حضرة الرئيس، فنحن نحيط علما بقلق بالغ أن مليون نسمة في جنوب غزة قد باتوا محتجزين بدون مياه قابلة صالحة للشرب، بدون خدمات إصحاح، وذلك في منطقة مكتظة للغاية بالسكان في حر الصيف